شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا صلت في ثوب سابق يعني تلبس ثوب سابق فستان مثلا وغطت شعرها and she covered her hair بالطبع يعني هذا الفستان يغطي اليدين وطويل and that this dress has to cover her arms and it's long فالصلاة صحيحة then her salah is correct حتى وإن كان انكشف شيء من القدمين عندما مثلا تسجد so even if her foot is exposed when she makes sujood for example وهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا أنه لا يلزمها أن تلبس جوربين and Sheikh Islam ibn Taymiyyah he also said that you don't have to wear socks نعم فتصلي في ثوب سابق ساتر لجميع البدن مع تغطية رأسها. So you pray in a garment that is long and spacious that doesn't that fulfills the condition of covering your aura.